لقاء تشاوري موسع دعت إليه مرجعية حلف قبائل حضرموت، ضم نخبا اجتماعية وسياسية وأكاديمية لمناقشة الأوضاع المعيشية في وادي وصحراء حضرموت. الحاضرون طالبوا بتواجد الرئيس والحكومة في البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم، ووجهوا رسالة للتحالف يطالبونه بعدم خذلان الشعب، وحملوه الالتزام بمسؤولياته والسعي الجاد لتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها. ما خرج به هذا الاجتماع هو بعد التداول والتدارس وطرح كل الأمور، خرجوا بأن تكون هناك رسالة لرئيس الجمهورية والدولة في المطالبة بأن تكون الدولة متواجدة على أرض الوطن لكي تلامس الواقع للمواطنين. الانفلات الأمني وانهيار العملة وأضراب المعلمين أبرز ما تطرق إليه المجتمعون، مطالبين بوضع حد للانفلات الأمني الذي تعيشه المديريات وانهيار العملة مقابل العملات الأجنبية الذي فاقم من معدلات الفقر والبطالة في مديريات الوادي. التحالف يتحمل المسؤولية العضوة، بلد تحت البند السابع يبقى التحالف هو مسؤول عنها كاملا، على صحة، على تعليم، على تطبيب، على زراعة، على أي شيء. خروج من التحالف عن الأهداف التي استدعي من أجلها، فبدل أن يطرد الحوثي ويثني على الحوثي، نرى الحوثي يتمدد وبكامل قوته ولم يطرد. نرى هناك دعوات ومدعومة من التحالف نفسه، دعوات انفصالية مدعومة من التحالف. الشارع الحضرمي في الوادي يعيش حالة من القلق جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتوقف العملية التعليمية بسبب الإضراب والانفلات الأمني غير المسبوق والانقطاع المتكرر للمشتقات النفطية. في حال عدم الاهتمام بمطالبهم من قبل الحكومة والتحالف، فإن هناك إجراءات تصعيدية أخرى قد تضطر مرجعية حلف قبائل حضرموت لاتخاذها. حداد مساعد، قناة بلقيس، سيئون.